تخرج يلا. انا مؤاخذة انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقة البيوت والنط في الفلل، وطوبة مش عادية دي، طوبة نصوحة. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقولي الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ احول هتحضر ماجستير في عالم المخدرات؟ انسى الحكايه، يخليك بقى حرامي امسك. طب 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 افرض اتمسكت؟ تتمسك اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقرب. هتقربني من اسمي؟ ده انت كده، وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه هربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من احد اطمين يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا ما عارفين. بقول لك اي الم انت كده هتروشنا يا عم سالم. انت جاي مضروب وخلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري انا اجري، مش عاوزه على عالم المخدرات وعالم النيله. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق، شفت بالنوك من برجولة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفت بعناية دي. شيتك منين يا زكي؟ ايه يا جماعة صوتكم عالي، خير في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق بلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب طبنجة. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل الحرامي سرق وهرب. مال الناس اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعة. زكي زكي ايوان الحق يا زكي ايوان اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه 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 في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مندا. شوفي زومبري هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش يعني ما كنتش عايز أطلع، بس هم الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. حرامي اوعى اوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا؟ ده يعني ما شاء الله عليك. ما أنا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده، اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي، سيب لي عنوان البيت يعني، وما تعرضش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه لغايه عندك. لغايه عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ بزكي قدها ودود بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوف هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. سكنه جرام بروبلام كاسكليار. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النول لاكون فلوس ضاربه ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني انت ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الرابطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو مفطمني على كل حاجه يعني. هو انا كنت حاسبك تربطني كده هو يعني. هو انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله. بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي يعني. عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوس يا والله وحش. بص هو انت مربوط كده؟ عادي. ماشي. كبيت زلومتك يالا. بس افرض ده كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه، رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم؟ مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟
يا معفل جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 هي في 200 يبقى ليه عندك كلامين ماشي. اضرب كمان قفلهم لباقو باقو. اضرب كمان عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية ألم وريحتني. كفايه زكي يا ابني يا بختي من قدر وقف لي كده. خساره خساره قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب خلاص. انا هودي الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه. اتنطط يلا يا اخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي. انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي على قفل المكتب يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافاه من هنا خير ربيه علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت من الحرامي. نعم قبضت على الحرامي. يعني انا قبضت على الحرامي. وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده يا جماعه. ده واجبي ده واجبي. خد يا زكي خد دي حاجه بسيطه حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعه. يا نهار اسود كل دي فلوس. انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصل انا عندي اخت كبيره على وش جواز وامي ست كبيره ما بتشتغلش. امك؟ امي. ايه ما ابوك فين ان شاء الله؟ عنده شلل اطفال؟ لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينه ومضروب كمان. ابوك؟ هو ايه يا سالم؟ هو انت تعرف ابوك؟ لا يا فندم ما اعرفوش. وده اللي هيجنني. بس واضح من كلام الفندي ان ابوه راجل ند مش كده؟ عم سالم لو سمحت انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش خلاص ازيك اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. بحبك انا بحبك. على اذنك يا خير ربي هروح الحمام لحسن تعبان قوي هموت. لو استنيت اكتر من كده هنقط من كل حته. قصدي هجيني فوق طول واقف. على اذنك. يا اخير يا قليل. طب هفهمك فهمني. طب ده انا هاكلك. طب هديك 100 جنيه. انت مجنون. انا اجني منك. طب خد الفلوس كلها. هاخد الفلوس اوريك ان انا هاكلك. يا خيرت بيه يا خيرت بيه. يا اسكت. خد تعال خد تعال اقول لك حاجه. خد يا البطيخه اللي جنبك دي هتولد امتى؟ كلمنا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام؟ ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال11 بتهالي. يبقى خدها اديها للدكتور شوف العطره جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا زكي. جه يا اولاد اللي بيصرف علينا. جبت جهاز اختك يا زكي ولا دي ازاي خمره الباباك العربيد اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش. ماما ماتت يا بابا. انت نسيت ولا ايه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب. ده خلاص بقى خلاص بقى. اقعد بقى بابا انت كل شويه هنقعد نجري. بص عليك. اقعد بقى. ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي وحاجات كتير قوي كل المستلزمات دي. شويه حاجات ايه يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على الثلاجه. شفت انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص. ودي بص يا بابا دي عشانك. ايه ده؟ ايه؟ عشان مين دي؟ ايه ده؟ لا دي مش عشانك انت. كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص. جبت لي ايه يا زكي؟ زكي زكي هنا انت راح ركز شويه. بص دي بقى يا جيمي. بص ده بص بص عشان انا ايه فاهم كل حاجه. بص بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله. بص حلو ازاي. وبابا جبت لك بابا يا كاكا. كاكا يا بابا. يا سلام. يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا. بلاش الكاك. جبت لك حاجه تانية. بص دي هو انا كنت فاكرها دوم. سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه كيكي. كيكي. ايوه كيوي. كيوي كيوي يا ابو جهل. سبحان الله سبحان الله. بص بقى جبت لك ايه. نضاره بربريز في مي. خد مش عاوز.
اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجه. شكلك مكسوف. بس بقى خليها. طب خليها خليها خليها. خد الجراب ده بقى. سيب ممكن تقبلي الولاعه دي هديه مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتعمري عليها عيش يعني بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. اه مال ابي السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده؟ هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو؟ بقول لك يا زكي. نعم. ايه ده؟ روح، انا مش خارجه النهارده. اروح؟ اه. طيب انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي. ارضيها؟ ايه مولودي ده؟ المولودي مش اللي انت بتتفرج عليها دي؟ مش دي مولودي برضو؟ امشي. طيب حاضر. امشي. لو ما دفعتش تمن القهوة اللي شربتها، لو ما غسلتش كل هدومي اللي وسختها، انت على عمر. صباح خير. صباح النور. هو حضرتك اخته؟ لا انا سارة صاحبة اخته. اه ما شفتكيش قبل كده. عمر غمض عينيك. فتح بقى. الله حلو قوي ده، شبه كيتوس بالظبط. شفت؟ معلش انا ما قلتلكش واحد جديد نوفي، فجبت لك واحد مستعمل، بس هو مش ماشي كتير يعني بياكل ويقعد على طول. يا مندا، مندا، اصل طلبت منها النسكافيه ما جبتوش لغايه دلوقتي. هتسميه ايه بقى يا عمر؟ هسميه زكي. زكي؟ حلو اسمه. اسم لطيف يعني وجديد برضه. طيب انا هقوم بقى اجيب له حاجه ياكلها. ها امسكه جامد لحسن يطير منك. بعد اذنكم. لا بتهرج. هاي شيرين. هاي بابي، ازيك؟ كنت بتكلمي مين؟ لا ده رقم ما حدش بيرده.